السلام عليكم. ذكيك. أقول لك إيش هرجة النادي هذا؟ حلو، صغير، ملموم، قريب من البيت. يعني تجي تدق التمرين لما تكون مستعجل، عندك شغل. حلوين. أهم شيء في بارات، في دنابل، كابل. أنت في السليم. أنت قول لي دحين إيش مسوي؟ والله بيني وبينك تقريباً 5 إلى 6 شهور أنا قاطع. أوبا. أنا أقول لك أنا ماشي وش قل لك 3 أيام في الأسبوع تتمرنهم اليوم معايا. فين معاك فين؟ النادي. لا عم شوف الشاه حقي جاهز، أنا تعرفني متعود بعد الكيك لازم أكفلها حبسة. حبسة ها؟ أنا ما قلت لك 100 مرة الشاي ده مضر مع الأكل، اسحب الحديد ومش عارف. والله متعود ما أقدر إلا أشربه. طيب. ماشي. العقل بطبيعته من عاداته الكسل. من عاداته الانشغال، يعني إذا أراد أن ينشغل، يريد أن ينشغل يعني بقدر محدود في الأشياء الجديدة. ولذلك يستخدم استراتيجية التعميم مثلا، إذا جاء لمقبض باب مثلا فهو يتعامل مع كل مقبض باب على حد السواء، لأنه يحول إلى مجموعة يعمم علشان يرتاح، لا يتعامل مع كل حدث بكامل طاقته، فهو يدفعنا إلى التعميم ويدفعنا إلى ممارسة المألوف ليعيش بنوع من الارتخاء، ما يكون مشدود العقل بشكل عام. فإنما نحن يعني أبناء عاداتنا اللي إحنا نسويها. هذه العادة قد تكون عادة جيدة وقد تكون عادة سيئة.